ليش النرجسية يا أخي تشتي تتابعه تابعه ما تشتي تتابعه لا تتابعه أوكي واضح انك دوبك متعلم على كلمة نرجسية وحبيت تستخدمها في جملة ما نعرف وإيش دخل النرجسية في الموضوع بس يلا يا هلا والله بالجميع معاكم الوجيه قبل فترة طلبت من المتابعين او من عشاق مسلسل فريندز بالتحديد انهم يرسلوا لي تعليقاتهم وارائهم وايش الاشياء اللي اضافها لهم المسلسل وايش سبب حبهم لهذا المسلسل لما وصلتني حوالي 75 تعليق بس يا اخي لاحظت شيء يا اخي انا ما قد شفت احد يقدس او يمجد مسلسل بهذا الشكل يعني حتى طريقة تعبيرهم حتى تعليقاتهم حول المسلسل كانت جدا يعني مختلفة عكس لما يجيك واحد يوصف مسلسل Game of Thrones أو Breaking Bad أو اي مسلسل ثاني على كل حال الهدف من هذا الفيديو انه نقرا تعليقاتهم مع بعض ولعل التعليقات هذه ايش تكون سبب في انه تقنعنا نتابع المسلسل انا من الناس اللي ما تابعت المسلسل للامانه لانه فكره انه في جمهور يضحك في الخلفيه شويه مزعجتني يعني ما هي داخل دماغي او احس انها مزعجه لكن في واحد من اصحابي قال لي ترى هي في البدايه تحس انها ممكن تزعجك لكن مع الوقت راح تصير غير مسموعه يعني ما راح تحس انها موجوده ما راح تنتبه فعلى كل حال خليني اقرا جزء من التعليقات ما راح اقدر اقراها كلها لانها كثيره لكن بقرا 20 او 25 تعليق والباقي راح اترك لكم الرابط عشان تشوفوا التعليقات بنفسكم التعليق الاول يقول السلام عليكم والله انه هالمسلسل لو تخلص وراح تشتاق له وراح تتحمس حق الحلقات حتى لو عايده مليون مره واحلى شيء في المسلسل انه في اي وقت تقدر تشوفه جيعان مبسوط زعلان واعرف لك واحد ما ينام الا وهو متابع على الاقل ثلاث حلقات والله يا اخي ماني عارف يعني الناس كيف أه وصلت إلى المرحلة من حب المسلسل لكن لعلنا نكتشف في التعليقات الجاية واحد يقول خليك كذا أحسن الله يثبتك على عدم متابعة. ليش ما في شيء لازم تذكر سبب الناس جالسه تتعب وتكتب وانت تيجي تكتب سطرين لا حتى سطر مو سطرين اللي بعده يقول فريندز بالنسبه لي سعاده اذا كنت متضايق او مالي نفس اشوف حلقه حلقتين تتغير نفسيتي قصصهم ومواقفهم صار كاني اعرفهم ويضحك جدا وفعلا ما ادري ايش السبب انه ما ينمل منه الحلقه تشوفها اكثر من مره وترد تشوفها افضل عمل شفته على التلفزيون اللي بعده يقول مسلسل جدا جميل وبالنسبه للي يقول بس ضحك وما ادري وش احب اقول لك لا مو بس ضحك في دراما ورومانسية بعد المسلسل بالنسبة لي توب 1 في الكوميديا ودخل قلبي من أول خمس حلقات وبالنسبة لطول المسلسل لو تتابعوا تتمنى أنه أطول من كذا عشر مواسم تتمنى أنه أطول كمان أوكي. آه واحد يقول ما كنت أفكر أتابع المسلسل ولا واحد بالمية بس يوم شفت أخوي تابع حلقة تابعت معه ومن يومها تابعت المسلسل أر... أربع مرات يعني كم والله كثير كثير اربع يا جماعه اربع مرات الثاني يقول والله يا وجيه مسلسل فريندز من افضل المسلسلات عندي المسلسل كوميدي ما توقف ودراما مرة حلوة وإذا تابعته تتمنى إنه ما ينتهي، والله مع إنه عشر مواسم وكل موسم أفضل من الثاني أنصحك فيه وبقوة، متابعك إبراهيم البلاي، شكرا يا إبراهيم. آه واحد ثاني يقول قسم بالله إن المسلسل بطل لدرجة إنك تضحك لفرحهم وتحزن لحزنهم، تحس نفسك واحد منهم، أوكي. آه اللي بعده يقول بالنسبة لي فريندز آه حسيت، حسيت بالآه اللي أنت كتبتها. يقول يا اخي فريندز فيه ميزه ما هي في باقي المسلسلات سواء الكوميديه او غيرها الا وهي تحس انك تعرف هالاشخاص او انك عايش معاهم وتعرف طباع كل شخص بحيث لو نحطه في موقف تعرف كل واحد كيف ممكن يتصرف ختاما لازم تشوفه صدقني قدامك واحده من متاع الحياه انجوي لا تستخدم كلمتي, يعني كلمتي اللي بعده يقول لا تتابعوا خايف <applause> ليش ليش اذكر سبب ما في كذا اللي بعد يقول الشخصيات وحاط فيسين يبكوا خاصة جوي وشاندلر حرفيا بتعجبك ثنائيات المسلسل آه, Friends for me is an endless happiness واو واو كلام جميل والله مسلسل ما يضحك لكن ممتع زي واشوف مستوى الكوميديا فيه زي شباب الب جي. هتولي هتولي بالله مشكلة ما ايش دخل شباب كيف وصلنا كيف اقحمت مسلسل شباب البوم في فيديو اليوم كيف المسلسل يعيشك جو العائله الثانيه تحس انك معاهم والله مسلسل فريندز غير اشياء كثير في حياتي اتمنى تقول اسمي حسين السويج حسين السويج اتمنى اني قاعد اقرا اسمك صح واحدة تقول اول شيء علاقتهم مع بعض تذكرني بعلاقتي مع صحباتي واحسه قريب مني مره كل يوم اتابعه من بداية اتابعه طور في لغتي كثير لاحظت ناس كثير يكتبون انه مسلسل فريندز فعلا طور لغتهم يقول لك انه المصطلحات واللغه فيه سهله ونطقهم يعني للكلمات هادي كذا عشان تستوعبه وتقدر تحفظ من وراه المهم يعني ايش مفيد للغه يا اخوان اللي بعده يقول عندما اكون ادرس في البيت وبعد مرور فتره ابدا اسام من الدراسه اذهب اتابع حلقه من المسلسل وبسرعه يتعدل مزاجي واضحك واعود ادرس بنشاط يعني يا جماعه مسلسل فريندز باور ريفريش يعطيك طاقه ايجابيه يخليك تستوعب الحياه بشكل جميل من جديد اذا كنت منفس ولا اي شيء تابع فريندز اوكي اوكي هذا كلامه مهم يا اخوان اسمعوا الكلام ده بالنسبه لي انا تابعت تسع اجزاء وباقي لي الاخير احيانا تضحك معاهم بقوه واحيانا يكون سامج هو المسلسل حلاوته كلها بالجزء الرابع الى الثامن اما الاول والثاني كانوا سيئين باقي الاجواء نص ونص أو اظن يقصد الاجزاء باقي الاجزاء نص ونص شوف الحلقات اللي تقييمها عالي على الاي ام دي بي تلاقيها تضحك اما باقي الحلقات اللي تقييمها منخفض تلاقيها عاديه وبس والله انصحك تتابعه بقوه في مره شفت موسم كامل بجلسه واحده يعني حوالي اربع ساعات وات ما اقدر اجلس اربع ساعات متواصلة. اكيد في بريك راح تسوي شاهي ترجع اللي بعده مسلسل لو تكلمت من اليوم لبكره ما راح اوفي حقه جميل جدا وكيف انهم علمونا ان الاصدقاء شيء جميل في الحياه واحس اني اصبحت من عائلتهم وكل اللي اقوله اللي ما تابعه ينتظرك كم هائل من المتعه والضحك واو. آه خليل من تراي فورس يقول: هلين خليل، آه انا من الناس القلة اللي بلشت اشوف فريندز متأخر، شفته تقريبا قبل سنة ونص، آه لكن يا اخي تعلقت بالمسلسل بشكل رهيب، واذكر اخر حلقة والله زعلت انه خلص، الموضوع وصل لدرجة انه احنا جنا آه كنا، اوكي ما اعرف اقرا يا اسف، انه احنا كنا عائلة واحدة صرنا، وال الموضوع وصل لدرجة انه احنا كنا عائلة واحدة صرنا، ولما يزعلون ازعل معاهم ولما يستانسون استانس معاهم. اوكي علاقتي مع فريندز نفس علاقتك معه بالنسبة لي التعليق هذا مهم كمان بالنسبة لي فريند ساعدني كثير 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 بالاكتئاب اللي كنت أعاني منه كنت أشغل حلقة وأضحك وتعلقت بالمسلسل بشكل لأنه يعدل نفسيتك بشكل طبيعي يا أخوان والله لازم نعطي المسلسل فرصة فعلا يعني أنا ما قد شفت أحد يمدح مسلسل بالشكل هذا. على كل حال ما ودي بس تطول الفيديوهات أكثر من كذا، خليني أشوف تعليق مهم كذا. طيب، أه بالصراحة يا دحوم مسلسل فريندز ما ينوصف، مو إنه حلو مرة، بس فكرته مختلفة. أه مسلسل فرينز هو مسلسل يحكي حياة ستة شخصيات في زمن ما بين الثمانينات والتسعينات، ركزوا. الشيء اللي علقني بالمسلسل رغم إني ما تقبلته في البداية هو تسلسل الأحداث. صح هو ما له قصة رئيسية أه بس صراحه مع متابعتك له بتتعلق بكل شخصيه واوعدك انك بتتاثر دبل التاثر والزعل والاشتياق اللي حسيته في سنز اوف انر يا رجل من قبل ما اخلص صرت افكر اعيده والحين مخدته مرتين وافكر بالثالثه ان شاء الله ما أكون طولت عليك متابعك ومحبك عبد العزيز سرحان والله ونعم يا عبد العزيز سرحان بس يا اخي طيب راح نكتفي بهذا العدد من التعليقات، باقي التعليقات راح, راح اترك لكم الرابط، آه لكن على كل حال آه انا من الناس اللي كنت ناوي اتابع مسلسل فريندز وحاطه في بالي، تابعت منه حلقه واحده حتى ما كملتها لاني زي ما قلت لكم الخلفيه اللي فيها ضحك هذه ازعجتني، لكن بعد الكلام اللي قريته اليوم وتعليقات الناس اللي هم عشاق مسلسل فريندز احس اني لازم اعطيه فرصه. وتدرون بالمرة راح اتابع موسم كامل وحتى لو انه غصبا عني بس على الاقل اني اكون قيمت المسلسل واعطيته حقه. الى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، تقدروا تكتبوا لي تعليقاتكم اضافية تحت هذا الفيديو، واعطونا اراءكم حول مسلسل فريندز سواء كنت من محبينه او غير محبينه، وارسل الفيديو هذا لكل اصدقائك لعلهم ايش؟ يقتنعوا ويتابعوا المسلسل بعد التعليقات الجميلة اللي قريناها. كان معكم الوجيه في امان الله.